من جديد أهلا بكم مشاهدينا. بالتزامن مع تصاعد الشكوك على مستوى العالم حول شفافية الصين بخصوص الأرقام المعلنة حول الإصابات بفيروس كورونا، صححت مدينة ووهان الصينية أخطاء تتعلق بعدد الوفيات ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا في المدينة بنسبة 50%. يأتي ذلك مشاهدينا في وقت دعا فيه نواب أمريكيون إلى تحالف دولي لمحاكمة الصين، هذا بسبب طريقة تعاطيها مع الوباء وإلى هبة. إذن حمود، أقرت مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى بأخطاء في إحصاء الوفيات بالوباء، حيث قامت بمراجعة الحصيلة لترفعها بنحو 50% من خلال إضافة أكثر من 1000 وفاة إلى عدد الإجمالي للضحايا. وهذه المراجعة للأرقام ترفع حصيلة الوفيات على مستوى البلاد بنسبة 39% لتبلغ 4632 بحسب بيانات رسمية نشرتها الصين في وقت سابق. يذكر أن سلطات مدينة ووهان الصينية حاولت في بداية الأمر التغطية على الوباء، وعاقبت أطباء حذروا من احتمال انتشاره بشكل سريع، كما برزت تساؤلات عديدة حول دقة الأعداد المسجلة في ذروة تفشي المرض. وكانت الولايات المتحدة شككت في تعاطي الصين مع الوباء، وأثارت التساؤلات بشأن حجم المعلومات التي شاركتها بكين حقيقة مع المجتمع الدولي، والضغوط التي مارستها على منظمة الصحة العالمية لإخفاء تفاصيل انتشار الوباء وخطورته منذ ظهوره أواخر العام الماضي. وفي ظل هذا التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين، قدم عدد من النواب الأمريكيين تشريعاً يسمح للأمريكيين بمقاضاة الصين في المحكمة الفيدرالية للحصول على تعويضات الوفاة والإصابة والضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس المستجد. وسيعدل مشروع القانون للحصانات السيادية الأجنبية لإيجاد استثناء لمحاسبة الصين عن الأضرار الناتجة عن انتشار الفيروس بشكل سريع في أنحاء العالم. يأتي ذلك فيما طالب نواب آخرون الرئيس ترامب بتشكيل تحالف دولي وفتح تحقيق دولي في جهود الصين لإخفاء الفيروس وفشلها في تقديم تحذيرات مناسبة للعالم على أن يشمل التحقيق منظمة الصحة العالمية. إليك.